واحدة من الأحاديث اللي أعطيتني إياها وتدخل بها بستة، تزوجها بستة ودخل بها بتسعة، وقلت لك هذه الرواية مو صحيحة، يا أخي كبيتها والأحاديث بالزبادي عندي خلاص. أنا مصادر إنها كبيت تزوجت بعمر بخاري 18 ومسلم سنة. قلت لها لا والسيرة وكله لا يهمني كبيت هذا الشيء. بالزبادي. تفضل بس قل لي كيف عرفت عدد الركعات بالصلاة؟ طيب أنت الحين أعطيتني 1000 سؤال، كل سؤال لا لا لا، شيلك أخلص من من كل عندك أسئلتي، تعطيني بس بس هذا أجب السؤال. على هذا السؤال. طيب لا أعطني ما راح عدد أجيب. الركعات بالصلوات من أجبته. تفضل. موجود بالتفسير، الحين هتخلك بالتفسير الحين بس. ده تفسير شو؟ تعال هون. أحمد أحمد جيب تفسير شو؟ الكتاب، جيب تفسير مين اللابتوب. هذا؟ لا حبيبي، لا لا لا، بتجيب لي القرآن من القرآن، بدي اياها بآيات من القرآن. الحين أجيب لك إياه، بس أطلعها على أساس إني أطلع لك المصدر. ايوه، بدي كيف عرفت انه مثلا من عيوني، لما تشلع عيوني تصلي وأعطيك الصبح إياهم. تصلي في ركعتين، لما تصلي أربعة، لما تصلي ثلاثة، بدي أعرف كل واحد كيف عسى ما يقول. أصلي 10، أنت هذا الشيء ما يهمك صح ولا لا؟ لا بيهمني، مين خلق كيف ما بيهمني؟ يهمك؟ كيف يهمك؟ كيف أنا بيهمني؟ أنا اللي بيهمني. أنت ملحد بوجود الله، بعد أنت لا يهمك هذا حبيبي، بشنو؟ أنا ملحد وفي عندي 200 مؤمن هون، ها بدهم أوكي. يعرفوا كيف أنت جبت صلاتك، أوكي بما أنك المؤمنين لا أنت خوف كبيت عليهم ولا هم بخاري يحزنون، لهم ربهم. ومسلم والأحاديث كبيتهم بزبالي، وكبيت حتى ما طيب نصيبة ابن طيب أصحابي. بين ما تفضل. يجيب لي بين ما يجيب لي القرآن واللابتوب تحياتي بس. تحياتي تحياتي يا قلبوش. هلا يا قلبي. أنا عايز بس، في طبعا عندنا القرآن 6236 آية، عندنا في كتب الصحاح 6400، لا كلها 6400 6000 وكم؟ و400 وشوي. و400 ايه في القرآن ايه وشوي. أنا منين جايبه تسأل بآخر شوية هذا؟ 6400 وشوية كم يعني؟ 2 كيلو يعني مثلا يعني شوية كم؟ 32 33 يعني. رشة ملح. ايه يعني يعني مش 6236 انت دكتور خالد؟ مش 6236 انت دكتور لا مش 200، لا مش 200، مش واتحداك اذا 200. 400. طب شوفوا هتتحداني؟ طب شوف كده يا لوجيك، كده اكتب كده عدد ايات القران كده، شوف كم. بابا اعطيني لابتوب، اعطيني ايبادك شوي. شوف كده يا لوجيك، معلش كده يا ادم، شوف 6200 ولا 6400 كده. هاي رشة بهارات أبو الخل، هذه رشة بهارات، يعني بقايا رشة بهارات. بس كيف؟ ما نشوف كده يا جماعة، يمكن يكون القرآن زاد وأنا هشام ما بعد أعرفش إذنك، ولا حاجة ولا بعد إذنك يا هشام، بعد إذنك بدي مكانك شوي. صديقي. بعد إذنك. القرآن كم عندك كده آدم؟ معلش اقرأ لنا، اقرأ لي كده. عدد آيات القرآن 6236 آية مع 112 بسملة غير مرقمة، فالعدد الكلي هو 6300 يا حبيبي 300 يا بص 6300 بص، 6000 وكم؟ و48. ال400 يا دي جبتها دكتور منين؟ خالد، ال400 دي جبتها منين يا بص؟ وانت ال200 من فين جبتهم؟ الايات 6236 يا حبيبي. البسمله عند الغالبيه لا ليست ايه من القران. لازم اعلمك برضو كل ما 6225 وفي منهم آيات 6214. اهدى بس لازم تتعلم ايش قبل، اهدى؟ لازم تتعلم لما اكون موجود ما تقولش معلومه غلط، ده اولا. انت دكتور طبعا معانا خالد، الاستاذ محمد. اهدى بس انت دكتور خالد ولا لا؟ اهدى بس استاذ محمد صلاح، طبعا تحياتنا له. قلبوش سالك سؤال صعب، انا عايز اسهل عليك شويه. طبعا حضرتك بتصلي جماعه، انت عندك صلاه الفجر والمغرب والعشاء صلاه جهريه، الامام بيجهر بالقراءه صح؟ ايوه، بأي وعندك فرايك؟ صلاه وعندك صلاه الظهر والعصر صلاه سريه، الامام نعم لا يجهر بالقراءه صح؟ نعم طيب قدام الناس دي موجوده كلها، احنا معانا 440، هات لي ايوه الكلام ده فين؟ هات لي الكلام ده فين؟ في اي ايه او اي حديث؟ يلا عندك المجال، خد معاك من هنا لحد 35 سنه، لا هات لي كده او ايه وحديث بيقول ان صلاه الفجر والمغرب والعشاء جهريه وصلاه الظهر والعصر سريه. جبتها طيب منين؟ شوف تفسيره موجود، هات لي يلا في التفسير كده، يلا موجود هات لي يلا في التفسير ده فين؟ هات لي يلا، هلا بجيب لك اياها. بس هات لي يلا خليني، بسرعه، يلا طيب انا بدي هات لي اسال بسرعه يلا السؤال، بس انت عشان ليش تضيف مو وقت. حابيني اني اسال السؤال؟ لا ده سؤالنا، انت عايز تسال في ايه؟ في لا انت الصلاه؟ مش هذا سؤالك، انا سالوني اكثر من 50 سؤال.
وكل ما يا اجاوب اخي على انا ما السؤال سالتك غير بس سؤال جاوب على واحد هذا يا السؤال صديقي. ونعطيك السؤال الثاني. ما هذا ما خلاص سالتك غير الفكره. سؤال، عطني كل صلاه ما لياتهم تقولش كل لياتهم خليني انا تنزلت محتوى عنهم. لك انت، اسمع خليني اسمع اسمع محتوى لك عشان تقول انا يا صعدت، انا ما بحب صعدت الناس الكذابه. اذا علامه بتريد، اذا علامه بتريد مسلم بوس وما بوس اعرف لا يجاوبني. اسمع بوس بوس تعرف شو بكره بين الناس؟ انا بكره الناس الكذابه وانت واحد منهم. ليش انا ليش سالتك شو كل لحظه لحظه الاسئله لحظه نزلت الكذاب عنهم. لحظه 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 اسمعني ما اسمعني فهمتوش اسمعني لحظه. بوس 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 اذا بوس كذاب انت لا لا لحظه لحظه ما احب القاطعني دائما. قلت اسمعني لك لا انا نزلت عن تعال كل اذا انت سالتني الاسئله. اذا سؤال بتريد اهدى خليني احكي لك قدام هالناس كلها. هاي الناس في 400 شخص كانوا شاهدين على كلامي. قلت لك انا بتنازل عن كل اسئلتي مقابل انك تجاوبني الركعات. عرفت كيف؟ اللي عم تركعها بكل آية، عم تطجها بكل آية. تجيب لي مصدرها من القرآن، بتنازل عن كل شيء، بس جيب لي الركعات منين جايبه. عرفت؟ ورحت على أساس بعت أخوك مشان تجيب لي إياها، أنا منين لوين سألتك 100 سؤال؟ أنا تنازلت عن كل الأسئلة مقابل الإجابة عن هذا السؤال، بس. لا 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 تلفق. اعطيتني سؤال البنت اللي قلت التزويج صح ولا لا؟ وقلت لي أنا بعدها قلت لك لحظة شوية، اعطيك قلت لك الحرية، تنازلت يا اعطيك ابن الناس، الحرية. أنا قلت لك تنازلت عن كل هذول الأسئلة وسألتك سؤال لا ما واحد. تنازلت، انت تعطيني يا سؤال أخي وتوجه بالآخر السؤال، توجه السؤال. بالآخر تنازلت. عرفت؟ اسمع اسمعني، يا ممكن انت عيوني مو أنا على مزاجك هلأ برجع بتنازل تنزل مرة تاني، وتعطيني برجع اسئلة بتنازل مرة وتقول تاني، ماشي؟ مرة كيف؟ تاني، يمكن ما سمعتني أول مرة، برجع بتنازل مرة يا تاني، قلت قالوه لك. شو صاير معك يا صوتنا بص؟ مسموع. اهدى شوي خالي. برجع بتنازل قدام الناس كلياتها عن كل اسئلتي. امام عزيزي الناس كلياتها. كل عزيزي قلبوش اسئلتي عزيزي كما رميت السنة والحديث في سلة المهملات، ارمي اسئلتي معها واجبني على اخر سؤال. من طيب اين قبل اتيت بعدد الركعات في كل صلاة؟ خلاص من بكرة أروح القرآن. أسأل وأجيب لك السؤال الجواب. طيب بدي أسأل هذا السؤال. ما راح اجاوب صدق ما إيه لا اتحكي لا يعني. أجاوبك أجاوبك، مثل ما أنتم تهربوا من الأسئلة. ها أنا ما أتهرب والله لا العظيم، لا لو انت سألني راح اسوي والله لو مثلك، مو راح اقول لك خلص تسعة، راح اجيب لك لو الجواب. 20 ملحد والله العظيم ما يقفوا قدام ولا يحركوا الشعرة من عندي ولا يهزوني. لكن اصلا انت عم تجاوب أنتم قبل من انه جماعة يهزوك اللي ولا ذكرهم شو؟ بعدين انت القرآن في والفرقان مين خلك، لعلكم مين خبرك تغلبون. انك السرير وبدنا اسمع نهزك يعني؟ اسمع اسمع، طيب طيب هدي هدي طيب يا قلبوش خلبوش هدي، خلينا بس سؤال بتزويج الصغيرة، يا خلبوش خلينا بتزويج نعم الصغيرة، هو بيقول عنده علم فيه. نعم نعم الأخ هذا طبعا كل ما يسأل سؤال أخ قلبوش أنت تقاطع صراحة، هذا اللي فوق الأخ عادي مش مشكلة، الأخ عادي لجل. عادي مو مشكلة. أنا نعم 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 هذا صاحب لايك. نعم هو سألني سؤال انت ما حبيتني اجاوب عليه، قال الفئه اللي ما تتسمى من وين شرعت او شنو المصادر اللي يتبعونها صح ولا لا؟ هذا كان سؤاله. تزويج الصغيرة، خلينا في تزويج الصغيرة. نعم هذا سؤالك وانا حاب اجاوب عليه. يلا شوف انه من وين جابوا التشريعات ليش انا قلت هذول لك اللي انك يتسموا. الموضوع مرتبط بمحمد صالح، طبعا بس اجيب طارق محمد صالح راح يصير شوي اهتزاز عندكم. الاخ محمد محمد صالح صالح ما ذكر في موجود. احد محمد اسمعني صالح هو اسمعني اسمعني موجود عم اسمعني بيجاوبك يا يا بوس يا بوس يا بوس يا بوس يا اخي استشهد بحديثه بس انسى اسمعني. محمد اسمع صالح اسمع مو معنا، صديقي اسمعني محمد صالح اسمع مو هو معنا، عم استشهد بيرد. بحديثه استشهد بكلامه انت يا بس اسمع بوس يا كلامي بوس يا حبيبي يا عيني بس يكون فاضي عم بيرد عليك هو يا بيدافع عنك. اخي حتى لو ما يكون موجود نحن استشهد لا بكلامه ما الاخ قال بندافع كلامي عن كلام محمد مهم صالح ماشي. يا هو اخي انت بيدافع. الحين لو اهدى تجيب لي اهدى كلام من اهدى يا الرسول بوس يا وتجيب لي بوس كلام من فلان ومن يا فلان بوس تستشهد يا بوس سلبوس يا بوس سلبوش. انا اهدى. هقول كلمه بس هقول كلمه، بص يا بوس، طبعا الاستاذ محمد عامل ميوت، هو قال حديث وهو بيستشهد بآية وحديث، والاستاذ محمد راجل اكاديمي والناس كلها عارفه ان هو لا يتحدث من رأسه، هو يأتي بآية نعم وحديث. انت اذا طيب كنت انت معلش ليش ما اكمل تخليني بس ممكن انت اكمل ليش ما ممكن تخليني اكمل اسمع كلامي ممكن واحكم اكمل عليه بعدين. ممكن اكمل انا ممكن اكمل الاول ممكن اكمل يا اخي انتوا ما اعطيتوني مجال اتكلم، يعني طب انا كل ما لسه داخل انا ما يضايقني اعرفش، واحد بص كل ما لو يعني سمحت هذا انا يمكن عايزك اثار بس هذا انا عايزك الاسلوب تهدأ عندكم.
أنا عايزك تهدأ الأول، عايزك تهدأ. أنا حضرتك مش لا أهدأ تؤمن إذا بلا. ما أسمع يعني، ما طب أكمل كلام يعني، أنت يا أستاذ، تقاطعني، أستاذ أتكلم اسمع اسمع، كلمة أنا ما صاحبتي قطعتش لسه، فوق أنا ما كلمتش، قاطعني. أنا ما كلمت يا عم، أنا ما اتكلمتش لسه. لا أنت حضرتك سألتني لا سؤال وطلعت معه يا في عم، أنا ما الأحداث سألتش وطلعت لسه، بس اسمع بس. أنا حضرتك لا تؤمن بالأحاديث يعني إيه؟ حضرتك لا تؤمن بالأحاديث الأول، أنا ما أعرفش تؤمن بها ولا لا تؤمن. رمى هي أنت كتاب تعرف بخاري تعرف الإجابة، ومسلم وكل هذولك معرفش والله، رماهم أنا لسه بالزبالة، طالع، أنا لسه طالع. لا لا يعني لا رماهم يؤمن، كلهم دخلت بالزبالة. معي قبل شوي، لا تؤمن بالأحاديث يعني؟ لا ليش ما لا أؤمن بالأحاديث؟ نعم؟ ليش قبل ما شوي أؤمن نكرتم، بالأحاديث؟ منو قال لك ما قبل أؤمن شوي بالأحاديث؟ نكرتم، أي حديث ثم أنت نكرته؟ بس قلنا لك تزوجني بنت 6 وغبنا بيه بنت 9 دغري ما أنا كبيته كملت لك، قلت بالزبالة. لك هذا في عندي تكملة للحديث، قلت لي لا 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 ما يهمني هذا الحديث. يا أخي استنى لا استنى لا تطولني طب شيء، أنا لحظة موبايل. لحظة 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 بس يا بص، حضرتك يعني تؤمن بحديث تزوجني النبي وأنا بنت 6 سنين ودخل بي أو بنى بي وأنا بنت 9 سنين، أنت تؤمن يعني أنت تؤمن بهذا الحديث؟ لا ما أؤمن بهذا الحديث، وراح تطلع لي من صحيح مسلم وبخاري، وعندي المصدر الآخر إنها تزوجت وهي معلش عمر 18. إذا أنت مو وصلتك طيب هذه لحظة المعلومة أنا لحظة وصلت بس لك لحظة بس قدام الناس، لحظة قدام إياها. الناس إيه أمام الجميع طبعا، في الأستاذ اللي هو بيتكلم دلوقتي يا جماعة، ما أعرفش اسمه إيه، اللي هو بص ده ما أعرفش إذا كان اسمه بص ولا هو اسمه أي اسم تاني. اسمي عصمت. الحديث لو سمحت، لو سمحت أكمل بس. الحديث اللي قلناه اللي فيه تزوج، إن النبي تزوج السيدة عائشة وهي بنت 6 وبنى بها أو دخل بها وهي بنت 9، موجود في صحيح البخاري أصح كتاب عند أهل السنة بعد القرآن، صحيح مسلم أصح تاني كتاب عند أهل السنة بعد صحيح البخاري، نعم موجود في سنن النسائي، موجود في مسند الإمام أحمد، في سنن أبي داود، صحيح فقط أمام الجميع. يخالف هذا الحديث وأنها في أي سن غير هذه السن، أنا أمام الجميع سأعتذر وأتأسف وأقول له فلتأتي لتعلمني كل يوم، وأنا سأنتظرك لتعلمني، لأني في خلال كل هذه السنوات تعلمت خطأ. أمام الجميع يأتي بحديث واحد صحيح فقط، واحد حديث واحد فيه سن أو فيه عمر السيدة عائشة يخالف هذه السن أو هذا العمر، أمام الجميع سأعتذر وأتأسف وأقول له اعذرني فأنا كنت جاهل. تفضل. راح اطلع لك المصدر، وما يهمني اعتذارك ولا يهمني دخولك الاسلام، لان هذا كله كلام حشد كل ده بني. كل ده هات لي الحديث لو والله سمحت. يا الحديث ليك صارت الحديث 5 اسئله، راح تجيب لا راح اجيب جيب لها لنا هذا هلا، خل راح الحديث اجيب لك قدام ال الحديث 461. اعطينا الحديث، اعطيك يا الحديث، حبيبي اعطينا هلا افتح الحديث، لك كاميرا، بس لحظه بس اعطينا خليني اقول انا الحديث يا بنفس تليفوني. تفضل. ها وهاي راح كبر لك صورتك بس تفتح الكاميرا. يلا لحظة بس أنقلها من نفس تليفوني، أنقلها على التليفون الثاني. تمام عادي عادي، فيك تقول له لوجيك هو بيفتح لك اياه عادي. اعطينا اسم الحديث نفس الشيء. شباب كبسوا شيروا اذا بتريدوا، حمل وطيس، كبسوا شيروا شباب اذا بتريدوا، كبسوا شيروا. من بقالة أبو علي ناولو، في هناك فاتحين محلات للحديث. لا أنت تشوف لو لاحظته في البداية هو كان بيقول إيش؟ بيقول أول شيء ما في آية تزويج الصغيرة، أنت جبت له الآية. قال لك لا هذه لا تفسيرها ما تفسير، طلعت له التفسير. بعدين قال لك لا الحديث هذا مش من البخاري، طب طلعت له حديث. لا الحديث لو تكملة ثانية في حديث ثاني، كل شوية يطلع لك كلمة. خلي يروينا الحديث. هل على لما كلمة تكون لا 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 أنا لا حافظ لا ولا أنا لا فاهم؟ بابا لحظة بابا، بابا يلا استاذ الحديث فين عشان نفتح احنا كمان معاك، قول لنا يا الحديث عم عشان استاذ ادم معاك. اديني لحظة يا اخي، اديني يا لحظة. حبيبي انا معاك دلوقتي. تعال الحقني شوف اللي كمل الكاميرا. قراري، يفتح الكاميرا. اليوم السابع يا جماعة، اليوم السابع الراجل جايب اليوم السابع. يا عمي خليك من اليوم التاسع والعاشر، جريدة اليوم انت السابع، خليك في المحتوى يا اخي، خليك دكتور جريدة خالد اليوم السابع يا ده جماعة. مصدر يلا اسلامي خليك في موثوق المحتوى، طبعا، خلي انا جريدة السابع جريدة اليوم السابع يا استاذ محمد. يلا حبيبي جيب لنا يخرب مصدر بيت موثوق الهبل حبيبي. يلا يلا جريدة بتشوف اليوم ولا السابع لا؟ يا جماعة.
بتشوف خليك من اليوم السابع يا اخي، هذا مصدر وفيه مصادر. ما هو المصدر صديقي؟ ما هو المصدر لو سمحت؟ يا حبيبي صحيح بخاري ولا صحيح مسلم ولا غيرت اليوم السابع عندي السابع يا جماعه؟ انت شنو مرجعك وشنو كتابك انت؟ انت شنو كتابك؟ اليوم السابع انت اليوم السابع يا جماعه. شو بتقول؟ شو كتبت جريت اليوم السابع لو سمحت؟ طبقت عليك الايه والقوا في القران لعلكم تغلبون قسما بالله. طيب هذا اسلوب. طيب هات اعطيني اعطيني شو قالت جريت اليوم السابع؟ صحيح اليوم السابع. صحيح اليوم السابع. صحيح اليوم السابع يا جماعه. صحيح اليوم السابع امام صحيح البخاري. طيب خلوه يقرا خلوه يقرا خلوه اقرا اقرا في اللايف انت ما تخليني اكمل. طب اقرا لنا كده اليوم السابع بيقول ايه؟ 465 اقرا لنا يا عم الهبل يا عم عشان نخلص الهبل بتاعك النهارده عشان يبقى يوم الهبل العالمي. الهبل شكلك لا تغلط. يلا يلا باشا. طب انا ما حاضر يا باشا. انا اسف يا باشا. اتفضل يا باشا. ايه تحترم نفسك. اتفضل يا باشا. قول للناس يا باشا. خلاص انت اتفضل يا باشا. انا اسف انا اسف يا باشا. انا اسف يا باشا. الله طب خلاص انا اسف يا باشا. اتفضل يا الموضوع الله ما يجيب اعطاني عقل ما اعطاني قصد. طيب فهمت. طيب ماشي خلاص المهم خش في الموضوع. فهمت. خش في الموضوع فهمنا بالموضوع خلاص فوت فوت بالموضوع يلا. إيه يحترم نفسه. اتفضل يا خلاص يا اخي اقرا لنا صحيح. اقرا لنا صحيح اليوم السابع يا اخي. هو لم يخطئ فيك كاكمل القراءه. اقرا لنا صحيح اليوم السابع يا باشا. يا باشا يا باشا يا باشا ما انت جايب جريده مصريه. ما انت جايب جريده مصريه يا عم. انت جايب جريده مصريه. ليش وانت تستنكف من مصر؟ اه لا انت جاي جريده مصريه تستشهد بقى على صحيح البخاري. يخرب بيت الهبل مره ثانيه. يخرب بيت الهبل. ناشرين انت انت يا اخي لا تخليني اقول كلمه يعني قالك هبل في راسك يعني ناشره ناشر الخبر وانا اقدر. ما هو الخبر اللي نشرته؟ هات لنشوف. ما هو الخبر كده؟ من الخبر كده في الجريده. طيب كيف اطلع لك؟ كيف اطلع لك؟ بس شو الخبر بعد اذنك؟ كيف اطلع لك المصدر بتليفوني؟ طب هات لنا الخبر. هات لنا الخبر اللي في اليوم السابع كده. خبر ايه؟ عن قتل واحد لزوجته ولا ده البخاري ولا روايه في البخاري يا اخي فيها ما روايه خايف. روايه ايه اللي في البخاري؟ روايه ايه اللي في البخاري؟ 400 روايه ايه اللي في البخاري؟ ما انا مش عارف روايه ايه المصدر. روايه ايه يخرب بيت الهبل؟ روايه ايه؟ استغفر الله يا رب. روايه ايه اللي في البخاري اليوم السابع جايبها في ايه؟ روايه اسمع. ايه؟ اسمع هو انت انت بتعترف بالبخاري على اساس انك انت همك هذا. انت يا عم هات لنا الروايه هو بيعترف ولا ما بيعترف يا عم. هات لنا بس هات لنا اليوم السابع بيقول ايه؟ اسمع اسمع بطلوا ضحك يا جماعه اللي على التكست يا جماعه بطلوا ضحك. اسمع اتفضل يا باشا. اسمع اسمع اتفضل. نعم اسمع. اقرا لنا اليوم السابع. اقرا لنا اليوم السابع. اسمع اسمع يا اما تسمع وانت محترم. انا بسمع انا احترمك. حاضر اهو انا هعمل ميوت. هعمل ميوت. تعمل ميوت وانت محترم لان انا محترم ومحترم الجميع. طيب ماشي سيدي. طب قلت لك شو قال اليوم السابع؟ ما اعرف. هات لنا رقم الحديث. اجيب لك اجيب لك من سوق الجمعه. اجيب لك من سوق ما ادري كيف. انا اجيب لك مصدر. طيب ماشي بس شو قال صحيح البخاري؟ لهلق ما حدا عرف يا صديقي. ما عرفنا شو قال صديقي. ليش خايف؟ شو قال صحيح البخاري يا اخي؟ شو قال؟ شو قال؟ طلعت لك المصدر وروح اقرا. بس يا اخي شو شو طلعت لي المصدر؟ فتحت لي صفحه على شو اسمه وقعدت ترفعها وتنزلها. انت خايف؟ انا بعدني ما قريت لك. ما قلت اوف انت خفت يا اخي. خلى لك اقرا اقرا يا اخي اقرا. لا ما قلت اقرا. اوه اليوم السابع اوه اليوم الثامن ده صحيح. طيب مصرين. ماشي ماشي يلا تفضل. اجيب لك من وين؟ يلا تفضل. من وين يعني؟ تفضل اقرا. اقرا لك اياه. نعم تفضل. ما انا بقارئ هالاخ راح اقول لك. نفتح لك تستاهل. افتح لك كاميرا على اليوم السابع. ايوه ماذا قال اليوم السابع؟ هات لك شوف المصدر. اليوم السابع. طيب ايه شوف بالاستناد لأمهات كتب التاريخ والسيرة المؤصلة للبعثة النبوية الكامل كتاب الكامل تاريخ دمشق سيرة أعلام النبلاء تاريخ الطبري البداية والنهاية تاريخ بغداد يا أبو اليوم السابع. اسمع دكتور خالد وفيات الإعلان هذه هذه كلها المصادر. هذه كلها مصادر. فهمنا فهمنا. ايه شو قال يا عم هذا المصادر؟ اسمع اسمع ده مصادر. ايه المصادر ده بتقول ايه؟ يخرب بيت الهبل. اسمع اسمع هبل
مو انت انت كاتب دكتور بس انا اشك انك دكتور صراحه. طيب خلاص هو هو كمل كمل يا اخي هو مصلح عقبات بس اعطيني الزبده الزبده الزبده. اي اسمع الحديث فين ادينا الحديث اللي حنقراه النفاس 118 على الخط الزمني لاحداث البعثه النبويه كالتالي. البعثه النبويه استمرت 13 عام اتكلم لك بالمصري 13 عام في مكة و10 أعوام بالمدينة. إذا عندك أي اعتراض قول لي، إذا معترض على النبوة أعوام بالمدينة. وكان بدء البعثة بالتاريخ. اسمعني ده الضغط، الضغط لك والله والله لك. هذول شايف ال 500 أنت تقول يضحكوا، قسما بالله يضحكوا عليكم أقسم بالله. طيب ماشي، بما انه طيب عم يضحك علينا اعطينا هو سألناك قلنا لك يا ابن خالتي يا ابن خالتي يا يمكن اسمع. يمكن عندك مشكله بالسمع. قال لك دكتور خالد طلب منك طلب، قال لك جيب لي دليل اعطيني حديث. عرفت حديث واحد، حديث واحد، حديث واحد بس، واحد بس، حديث واحد بس. يمكن انك ما سمعت باي كتاب ماشي. في اي كتاب طيب. في اي طيب. مكان هذه في اي حته هذه مصادر الكتب. مصادر ايه يا عم الحاج يخرب بيت الهبل. الكتب اعطيتك مصادر ثانيه يعني يا بص انا مش هتكلم مش هتكلم يا بص يا بص هو دلوقتي انا ما ينفعش اجي اعدد المصادر واقول لك اصل هي موجوده في ابن كثير وموجوده في البخاري وموجوده في ابن ماجه، ما انا لازم اقول فين موجوده فين. هو مش اي كلام بيترص جنب بعضه يبقى حقيقي. ما انا قريت لك اياهم. انت قلت لي مصادر فين بقى المصادر. قريت لك فهمت. لحظه شوي لحظه شوي لحظه شوي قبل شوي يا بوس انا اعطيتك يعني اعطيتك معلومه بس انت مصيبي ما سمعت. راح ارجع اعطيك المعلومه مره ثانيه لربما تستفيد مشان الايام الجاي. قلت لك معرفه السؤال هي لح واحده لوحده تصورها نصف الايجابي. نص الايجابي بتاخذها بس من انت بتعرف شو السؤال المطروح عليك. ماشي سألك الدكتور خالد سؤال، فهمت شو سألك؟ لا ما فهمته. طيب ما ها هي المصيبة. اسمع وع في شرفك مرة تانية لما واحد بيسألك سؤال يا أخي ركز ما سمعت السؤال قل اطلب مني من خالد من أي إنسان يكرر السؤال مشان أعيده تاني أعيده تاني عشان خاطر أعيده تاني عشان خاطر الناس اللي موجودة معنا يقلبوش برضو يفهم. يا جماعة الأستاذ قال إن عنده إن السيدة عائشة عنده رواية أو حديث إن السيدة عائشة الرسول تزوجها وهي عندها 18 سنة. أنا قلت له إن السيدة عائشة تزوجت الرسول وهي بنت 6 سنين وبنى بها أو دخل بها وهي بنت 9 سنين. الحديث موجود في صحيح البخاري أصح الكتب، في صحيح مسلم، في سنن ابن ماجة، في سنن النسائي، في سنن أبي داود، في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ترمزي لو سمحت لو سمحت كمل لو سمحت كمل لو سمحت كمل. ايه ما ذكرت الترمزي لو سمحت كمل. لو يا عم لو سمحت كمل يا عم لو سمحت كمل يلا كمل. انا قلت له قدام الجميع طبعا هو انا اسف في الكلمه هو يعني شكله طبعا بعد ما ظهر اليوم السابع هو يعني اقل من ان انا اقول له لكن هقول له تاني. اعطيني روايه صحيحه واحده في اي كتاب على ظهر الارض على ظهر الارض اي كتاب روايه واحده صحيحه بسن مختلف عن هذا السن. يعني سواء لو مش بقى 18 لا لو 10 لو 11 لو 12 لو 13 لو 18 لو 20 أي سن مختلف عن 6 و 9 رواية واحدة صحيحة في أي كتاب في أي كتاب. يلا أنا هو هعمل ميوت ونسمع ونسمع الإجابة. أنا اديت لك إياها وقريت لك إياها وحساب يعني انت حساب انت الضغط انت. الضغط حيال عندي دلوقتي. لا لا اسم الله عليك خذ لك صديقي انت اعطيتنا قلت لنا في شيء مكتوب هنيك بس شو هو المكتوب صديقي ما قريتني يعني. ما قريت نص القراءة وانت ضحكت لانه اصلا هو طلب منك الكاس يعني طلب منك حديث صحيح معترف عليه بزواج الرسول من السيدة عائشة بعمر 18 سنة. طيب تزوجت في 18 أنا أعطيتك المصدر وعندي موجود وصورت. لاحظ 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 صديقي أنت ما أعطيتني شيء يا صديقي. أرجع على البث تلقى المصدر. يا أخي يا أخي يا أخي أنت برجع أقول لك أعطيني رواية صحيحة.
اعطيتك الروايه، انت دي مو راضي، انت مو مسندها راضي تقتنع، انت مو راضي تقتنع، وهذا خاف من يا الاسلام أخي. مو يعني. أنا اللي مش أنا اللي مو راضي اقتناع يا صديقي. لا والله أنا انت مو راضي بالآخر تقتنع اسمعني يا وخالد يعني، صديقي يا بس صديقي. طيب ما فتحت بعطيك الباب بعطيك وانا شغلة قاعد عني، يعني بعطيك كان شغلة عني، في شيء بعطيك فهمك شغلة الشيء عني اللي يا بداخله صديقي. صرخ. اسمعني راح أعطيك شغلة عني هي راح تصدمك. أنا بالنسبة لي كل انا خاف من دينك ما الصدمات. بعترف فيه، أنا كيف؟ كمرت ماشي، كل دينك ما بعترف فيه كمرت، ولا انا عرفت شو؟ محترف فيكم صراحة، لا بس احنا هيك نتناقش يعني فاسمعني اسمعني كإنسانية. اسمعني يا حبيبي يا عمري، انت لما بدك تجيب لي دليل. انا اللي بيهمني مثلا موجود في صحيح بخاري، موجود في صحيح كذا، حدثنا عن ابن عباس ان الرسول هيك، يعني حديث مثل هذا، فهمت علي؟ والله فهمت؟ لو اجيب لك، لو اجيب لك رب العالمين يتكلم معك ما تقتنع. يا اخي هذه انتم انا الله طبع على انت ما عم قلوبكم، تحكي معي، انت ما عم الله تحكي طبع معي، على عم قلوبكم، تحكي يعني ما مع تقتنع. قريب 900 شخص. انت حاب بس يا تطعن، حبيبي يا عمو يا يا عمو يا عزيز يا عمو يا قلبوشي عمو يا يا عمو، قلبوشي. انت اسمعني اسمعني، انت عم تحكي مع 900 شخص، فهمت علي؟ لا 400 500 شخص، 400 في عندك ناس هون، في عندك ناس على اليوتيوب، في شي 900 شخص عم يسمعوك يا اهلا صديقي. وسهلا، تشرفنا فيهم. عرفت علي؟ في نعم عندك شي 500 هون، وفي شي 400 على اليوتيوب، الله في يزيدهم اكثر. ان شاء الله. ايوه، فالعالم عم تسمعك، وبدا يعني بدا تاخذ المعلومه الصحيحه منك صديقي. نعم، فبدك ارجع تجيب لي على مثلا بثك وتلقى حدثنا المصدر، وانا يحيى بن حاطه يحيى، مصدر عندك. حدثنا ابن ماجه، حدثنا ابن عطله عن ابن سرحان ان ابن عباس قال الرسول كذا وكذا وكذا، تزوجني ان شو اسمه السيده عائشه قالت أن تزوجني الرسول بعمر 18 وبنى بي عمر واحدة وتحصيل. عادي هيك بدنا، عرفت شو؟ اعطيني هيك، عندك من هذولي؟ تفضل. والله عندي، خلص عندي والله اي عندك، والله 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 عندي، اعطينا لكن لو اعطينا بدي حبيبي اعطينا. اسمعني ايوه اسمعني اسمع، انا شوف، مانع اي انسان بالموجودين انه يقاطعك بحرف واحد، منع اسمعني باتا. اسمعني اذا انا بقاطعك راح ننزل حالي. اسمعني اسمع، تفضل تنزل نفسك، اعطيني واصير الدليل انا بالبث، انا اللي ادير البث يا سيدي، انت بتدير البث، بس جيب لي يا الخصم، عزيزي يا عزيزي، قلت لك راح قسما اعطيك بالله العظيم، مودريتر لو اذا رب بتجيب لي العالمين، الحديث. لو رب العالمين يكون موجود، والله والله ما تقتنع، يا اخي فك والله عني ما انت تقتنع. والهك وحلفانيتك يا رجل، اعطيني الحديث والك مودريتر، يلا اعطيتك تفضل الحديث واعطيتك المصدر، ارجع اعطيني. يا ارجع ما وتابع، اخذت الحديث، يلا ارجع اعطيني وتابع. الحديث، اعطيني شو ما سمعت الحديث، يلا اقرا لي الحديث، اعطيتك اياه. المهم افتح المهم الكاميرا المهم واقرا لي الحديث قدام الناس. طيب انا راح اقرا لك اياه حاليا، بس خليني ايوه تفضل القي الكلمه. الدكتور خالد بما انه صديق يا الاستاذ، حبيبي، اعطيني الحديث وبعديها شوف 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 خذ شوف شوف مودريتر. شوف شوف اسمع شوف اسمع اسمع، شوف راح اسحب سياستكم المودريتر من قسما خالد بالله. نفسه اسمعني للدكتور انا خالد. ما فيش اسمع اسمع كفايه، اسمع 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 اسمعني اسمع انت. قدام الناس طيب كلها، اسمعني اسمعني اسمعني، اسمعني، انتوا بتجيب لي سياستكم، الحديث، انتوا بتجيب لي سياستكم ما الحديث تخلون يا احد يتكلم، حبيبي فقط يا فقط حبيبي يا فقط عين ترمي امك، الشبهات. اسمعني اخر ولا مرة اقول لك اصمت. كيف بتجيب لي الحديث كيف كيف وبتقراه قدام الناس، راح اسحب المودريتر من الدكتور خالد واعطيك اياه، ماشي؟ وما يهمني، ولا يا اصلا يلا ما يلا اتشرف يلا فيه يلا حتى بس، وراح المودريتر. خليك تغرد بعديها، لا 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 لا، الحمد تستلم لله الحديث الله وانت باني تنزل على هذه وتطلع على الاشياء، ولا كيفك. يشرفني تفضل اصلا صراحة. اعطيني انا الحديث اتكلم معاك اعطيني كانسانية شخص الحديث لشخص، اعطيني اما الحديث اسمعني اعطيني اسمعني الحديث اسمعني. اتفضل. طيب كلمت، اعطيني لا 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 طيب اعطيني الحديث طيب طيب اسمعني اعطيني اسمعني الحديث، اسمعني انا اسمعني، ما انت ما بدي توجه اسمع لك، ولا حرف اسمعني بدي اسمعني، الحديث. انا حاليا موجود عندك، مو عبد عندك انك تأمرني، انت لا 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 تتحالف لا، معي ما رجل بدي كرجل. الحديث اللي انت اسمعني ادعيت فيه، اسمعني حديث، اما انك تفرض رأيك علي، لا والله لا بدي أنت ولا الحديث أطلب اللي منك. انت ادعيت وجوده. تفضل. أنا اسمعني اسمعني، أنا أتكلم معاك شخص لشخص، أما أنك تفرض يا رأيك لا حبيبي أنت ولا اعطيني أكبر واحد الحديث يفرض اللي رأيه على ادعيت الآخر. وجوده، كل دعك واحد مني يطرح يا رأيه، اخي، دعك كل مني. واحد يطرح رأيه، كل اين واحد يطرح رأيه، ما الحديث؟ في واحد، ما في واحد يفرض رأيه على الآخر. أنت اقتنعت اين اقتنعت شيء راجع لك، الحديث؟ ما اقتنعت هذه حياتك وحر فيها. اين الحديث؟ اسمعني رجلينك طالعات، اسمعني عادي، شو يعني شو عم تتفرج على سيقان لا اقول لك يعني، نجم مو انت فؤاد؟ تقول 1000 شخص موجود لا عادي يشوفونه. عادي يا اخي اعطيني الحديث، ما يا بيهمني. طيب طيب انا طيب يا بص، كفايه لف ودوران، ما تديله هات الحديث، ما عندكش اسمعني حديث قول ما فيش حديث وخلاص انتهى الموضوع. اسمعني
اسمعني احنا اسمعني. سامعينك عمال تقول كلام ملوش لازمه. هات طيب الحديث، ما فيش حديث، قول ما فيش حديث وخلاص. في حديث، في حديث اعطيك اياه حاليا، اعطيك اياه. انا والله قسما بالله العظيم ما خايف من شيء ولا هامني شيء ولا حديث. ما حدش قال لك ان انت الحديث، الحديث ماخذ 10 دقائق جيب لنا مقدمه، جيب الحديث في دقيقتين وخلاص. بس تلغون، بس تلغون، اجيب لك حديث ها كي يعني عيب. انتوا يعني شخصيات معروفه بالتيك توك والكم وزنكم في التيك توك والناس عارفين بالتيك توك، فعيب هذا الكلام. يعني لازم ترتغي الحديث، شوي ترتغي في شوي. في عندكم دكتور الحديث، عندكم علامه في الدين، وفي عندكم الحديث. اسمعني الاخ خالد دائما يكون مع محمد صالح، وفي احد الحوارات محمد صالح الحديث. اسمعني، ما انا راح لا تطلع من الموضوع، افهمنا افهمنا بالحديث. انا هذه اخر كتب، يا بتجيب الحديث يا راح نزله، ينزل لوحدك. ما يهمني تكتبني ولا ما تكتبني، انت مو راضي تفهم. انت اوكي، انت مو راضي، انت حاول انك فقط تطلع. والله مو هم اسف. يلا كسر ماشي، وانا ما اخبر شو عليكم على بس خلاص. لازم هذه الخاتم حقتكم معروفه. قسما بالله ناس تافهين ومو حابين تفهمون شيء، قسما بالله العظيم مو تف. طالما وصلت للتف يا عم اليوم السابع دي اخرة يا ابني اللي بيقرا من اليوم السابع. يعني بنجيب لك اليوم السابع يا دكتور خالد. احنا بنجيب لك، قلت لك احنا بنتكلم كلام اكاديمي. انت قلت الاستاذ محمد، وعايز الاستاذ محمد بيقول، الاستاذ محمد قال، واحنا بنقول وانا بقول وكل الناس بتقول. الحديث موجود زي ما قلت لك، حديث زواج الرسول بالسيده عائشه موجود زي ما انا قلت، موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند الامام احمد، سنن ابي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. كل الكتب ديت غلط، يعني كل الكتب دي غلط. انا قلت لك طلبت منك روايه واحده صحيحه مخالفه في اي كتاب على ظهر الارض، في اي كتاب. وانا بقول لكم يا جماعه لا توجد اي روايه تخالف هذا، حتى الموجوده في السيره اللي عملوا فيها كذا 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 وقعدوا يلفوا عليها، وسيدنا اسماء وعمر اسماء، طبعا كله كلام ايه ليس له اي سند. طبعا هم كانوا اللف كله عشان ان هم يحاولوا يكبروها شويه، لكن الحديث الصحيح لو سمحت يا فكرة مستقل اعمل ميوت. الحديث الصحيح وموجود في اعلى الكتب صحة، في اعلى الكتب صحة، يكفي البخاري ومسلم، يعني يكفي البخاري ومسلم. ولكن انا بقول لكم هو موجود في البخاري، في مسلم، في مسند الامام احمد، في سنن ابي داود، في سنن ابن ماجه، في سنن النسائي. تزوجني النبي وانا بنت 6 سنين، متوفى خديجة بمكة، يعني السنة التي توفيت فيها السيدة خديجة كانت هي السنة التي تزوج فيها الرسول السيدة عائشة بمكة. ثم نزلوا بني الحارث في المدينة وبنى بها وهي بنت 9 سنين بالمدينة، بنت 9 سنين بالمدينة. وطبعا الحديث المطول في البخاري اللي هي كانت تلعب على الأرجوحة مع صواحب لها ونادتها أم رومان أو صرخت بها كما هي تقول السيدة عائشة بنفسها. يا جماعة السيدة عائشة هي اللي بتروي بنفسها، والقصار عندي رواية تانية أو حديث تاني، هي اللي بتروي بنفسها، هي اللي بتقول بنفسها. فصرخت بي أمي أم رومان لا أدري ماذا تريد بي، هي اللي بتقول بتحكي. فذهبت إليها وهي تنهج، يعني بتنهج من اللعب، فمسحت، أخذت أمها أم رومان بعضا من ماء ومسحت به وجهها ورأسها، مسحت به وجه ورأس السيدة عائشة، وأدخلتها الدار. حتى هي بتقول كده، حتى سكن بعض ما نفسي، بعض نفسي، يعني إن هي هدت شوية من التعب اللي كانت فيه. فأمها سلمتها إلى نسوة من الأنصار داخل البيت. النسوة دول هيعملوا إيه؟ يصلحن من شأنها، يعدوها ويزينوها ويظبطوها لما سيحدث، لما سيحدث. هي اللي بتقول، هي اللي بتقول. فأسلمتني إلى نسوة من الأنصار يصلحن من شأني، فلم يرعني، فلم يخفني
فلم يرعبني فلم يفاجئني إلا رسول الله ضحى. أتى في الضحى الوقت اللي بين الصبح والظهر فأسلمتني إليه، فأسلمتني إليه، أمها أسلمتها سلمتها للرسول، وأنا يومئذ بنت 9 سنين، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. السيدة عائشة اللي بتحكي بنفسها، محدش قال، محدش حكى، هي اللي بتحكي قصتها بنفسها، صاحبة الشأن. السيدة عائشة مش أي حد، السيدة عائشة مش أي حد، كما يقول الإمام الذهبي كانت أعلم من أعلم الموجودين، فهي قالت بنفسها قصتها، هي قصة زواجها، هي إن الرسول تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها أو بنى بها وهي بنت 9 سنين، وحكت القصة كاملة، قصة ليلة الدخلة كاملة. اللي عنده حديث تاني هيجيبه منين؟ مين اللي قال تاني كلام تاني؟ يعني مين اللي هنصدقه؟ والكلام ده موجود في صحيح أصح الكتب عند أهل السنة والجماعة، في أصح الكتب. فأي حد يقول كلام تاني أنت جبته منين؟ يعني جبته منين؟ من أين أتيت به؟ من أين أتيت به؟ ومين اللي هيصدقك ويكذب السيدة عائشة؟ مين اللي هيصدقك ويكذب البخاري؟ مين اللي هيصدقك ويكذب مسلم؟ مين اللي هيصدقك ويكذب أبو داود؟ مين اللي هيصدقك ويكذب ابن ماجه؟ فنرجو يعني أن يبقى في عقل ويجيب لك أصل اليوم السابع. اليوم يوم السابع إيه؟ أنت بتحط لي اليوم السابع قصاد قصاد البخاري؟ اليوم السابع؟ ده كلام يا جماعة، أنا آسف كلام على يعني. الصفحة دكتور خالد هو تورط بالصفحة، ما عادش عارف كيف بده ينفذ حاله، فاحنا شيء شخصني، عرفت كيف؟ عشان نحن نخلص والشتم والسب، هذه عادتهم ومانا جديدة يعني. يعني شو قال لا جديد يذكر ولا قديم يعاد؟ شباب صبايا كبسوا شيروا إذا بتريدوا، ماله معروف. دكتور خالد خلينا نقطع اللايف، خلينا نقوي اللايف مشان نقطع. في تعقيب يا دكتور خالد ممكن نوصل صوتنا للآخرين. وبعدين شباب كمان لايفات شو فيكم تشيروها، شيروها، خلي صوتنا يوصل للآخرين. يعني نحن بالآخر يعني محاربين من كل الناس، أقل ما أنتوا تدعمونا يعني، عرفتوا كيف؟ من كل أنا الناس، أنا واحد من الناس صدقا، أنا صدق أطلع برات البيت أكل هم مين بده يجي يخبطني. بس عايز اقول كلمه بعد اذنكم، تفضل خالد. اليوم السابع يا جماعه عشان برضو تبقوا عارفين، يعني انا هقول لكم معلومه لان الحاجات دي قتلت بحثا، احنا الواحد قرا فيها يعني اكثر. اليوم السابع دي كان بيشتغل فيها او بيكتب فيها اسلام بحيري، اسلام بحيري، واسلام بحيري كان عامل البحث اللي هو عامله ده ان هو السيده عائشه و إن الرسول تزوجها وهي كان عندها 16 أو 18 سنة. لكن طبعا إسلام لم يأتي بأي رواية صحيحة، عشان برضه أجيب لكم الآخر، لم يأتي بأي رواية صحيحة ولم يأتي بأي حديث صحيح. يا دكتور خالد ملاحظة بسيطة، هو بس يعني إسلام البحيري كان عنده نوايا طيبة، يعني إن هو كان بيحاول إن هو ما أنا فاهم، أنا فاهم، أنا فاهم أستاذ دكتور محمد. لكن يا دكتور خالد، يا دكتور خالد عفوا يا دكتور، أكمل بس، أكمل بس، أكمل، أكمل النقطة. بغض النظر عن إسلام نيته أو ما يريد أو نصوص مخالفة، للأسف كل النصوص، كل الروايات تقول أن أو الرواية الصحيحة الأصح الموجودة في كل الكتب، في كتب الصحاح، أن السيدة عائشة كان عمرها وقت الدخول هو 9 سنوات، وتسع سنوات قمرية على فكرة، عشان برضو الناس تبقى عارف، 9 سنين قمرية ليست 9 سنين ميلادية، يعني 8 سنين وثمان شهور وعشرين يوم، ثمان سنين وثمان شهور وعشرين يوم، هي لم تكمل 9 سنوات، يعني 9 سنوات ميلادية كمان هي ما كملتهمش، هي ما وصلتش 9 سنين من ميلادية، ده هي 9 سنين قمرية، لأن الحساب ما كانش فيه، ما بيحسبوش بالسنين الميلادية، 8 سنين 8 شهور و20 يوم. تفضل أستاذ خالد، معلش في ملاحظة، في ملاحظة أستاذ دكتور، ليش من نناقش وضعنا الحاضر؟ يعني بلاش من الماضي، احنا بنناقش من اشياء قرون مشت، احنا في اخطاء، صديقي فكر مستقل باختصار، لما نحن بنشوف اليوم بزوج الصغير لليوم عم يتفعل نفس السيره خلال ظهور الدواعش وامثالهم في كل مكان، من لما نشوف اليوم التكفير ما له ولي،
حب الآخرين اللي هربوا من مثلا من هذه الدولة الإسلامية واجوا على أوروبا، اليوم بده يقيموا الدولة الإسلامية في أوروبا. لما نشوف كل هذا القتل، كل هذا التشريد، كل هذا القذارة الموجودة بهذا الدين، لازم نحكي فيه. طيب بقول لك شيء، شوف مش كل الأمة شريرة، يعني صحيح في هناك أخطاءات، هي صحيح نحن هناك نحكي عن الأشخاص صديقي، عم نحكي عن الفكر. طيب ماشي، الفكر كل فكر الفكر ذهب على فكرة، لا فكر يعني أنا بعطيك مثال بسيط. مرات الإنسان أو أستاذ أو أكاديمي يشرح، الطلاب اللي يدرسون فهمهم للشرح كل واحد له فهم، مش كلهم على فهم سواء. يعني مثلا لو في أخطاءات صحيح، بس المفهوم هو اللي مارس هذه الأخطاءات. احنا نتكلم مثلا على عدة طوائف وعلى عدة فرق، كل فرقة لها في لها محاسن وفي لها سيئات، لكن في بعض الفرق صحيح خطرة جدا، فاهم فهم عدم القبول بالآخر إذا والتعايش، أنت لازم صديقي، نسلط الضوء عليها. عيوني عيوني، تخيل أنا المدرس الأعظم، وأنا جايب لك كتاب وشرحته وكل واحد فهمه شكل، نعم. المشكلة من مين؟ أنت بتقول لي من المدرس اللي يدرس، صح؟ تمام، لا لسه، بس بقول لك شيء. لا لسه في شيء تاني، لما هذا الموضوع يعني أصلا للشيء. انت بدك تقعد من اول ساعه المنهج، كيف عرفت شو، فلما بيكون كلام انشائي صفصطائي سامع، يعني اكيد راح كل واحد يالفه يأول فيه على كيفه. طيب خذ بالك شيء واحد، كل الديانات مجتمعة أنا أعتقد مارست أخطاءات بحق نحن الإنسانية. عارفين هذا الشيء، ولكن مين اللي عم بيكرر خطأه كل يوم من 1400 سنه لليوم؟ في على فكرة الأمة هذه كلها المسيحية مثلا اجوا قعدوا بين بعضهم وتحاوروا بين بعضهم واكتشفوا ان اخطاوا وفصلوا الدين عن الدولة. لو اديتك مثال اليهودية بسيط، بين بعضهم، هذول اليهودية بين بعضهم، مين اللي ضل؟ طيب لو اعطيتك مثال بسيط، الامارات دعت الى التعايش، واي تماما، انسان عندما شلحت الدين من رجلها ووضعت نظام علماني، عرفت؟ تقدمت الإمارات وتقدمت قطر، وحاليا ما تتقدم هي السعودية عندما شلحت الدين من رجلها كما فعلت أوروبا، عرفت كيف؟ يعني تماما، أما من في هي ناس الدول كثير التي تزداد تخلفا وتزداد قذارة؟ كل فعلا دولة هو تتمسك بهذا الدين. ما معليش، انا بالنسبه لي انا اعتبر ربط الدين بالدوله كارثه بما تعنيه الكلمه، لانه لازم الدين يفصل عن الدوله، الدوله لها تمام، انظمتها ولكن وقوانينها. أنت بدينك الإسلامي صديقي، الإسلام دين ودولي، ولا يمكنك عزل الدين عن مش كل الدولة. الدول، مش كل الدول. لا لا لا، هو بالدين، أنا بحكيك أنا عن الدين مش عم بحكيك عن الدول. الدول أكيد مش بتبع من الإسلام غير كم شغلة، أولها أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وهذا اللي حكمتنا من 1400 سنة لليوم. نحن شو اللي مخبي هذول أرذاذ الناس تحكمنا وانت ما فيك تخرج عنه؟ ما قوله أطيع الله ورسوله وأولي الأمر منه. هذه الآية هي اللي مخلي هذول أرذل للناس وأقدرهم إنه يحكمون. لليوم نحن محكومين من قبل أسوأ البشر ورا هالآية، فيك تنكر هالشيء؟ طيب يا أستاذ، يا أستاذ شوف، أحيانا الخطاب القاسي أو الحدة في الخطاب هو يخلق آلاف من الناس المتوحشين، لأنه في ناس يعانون من هشاشة في التربية، في من هشاشة بالتعليم، بعدم التعايش، وعندما أنت تحقر دينه هو يزداد توحش. هذه أنا أعتقد أنه لازم ينتهي هذا الخطابات اللي تثير النعرات واللي تثير الكراهية. ايوه ليه ما يكون ماشي، خطابنا بتبلش أرقى؟ فيها من الخطاب الديني صديقي، بتبلش في خطاب الديني لما بتروح بتشيل مثلا من القرآن، بتخزق الآيات التالية وبتطبع طبعة جديدة خالية مثلا من كتابة مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثلهم كالكلب إن حملت عليه يلهث، كالأنعام أو أضل سبيلا، إنما المشركون نجس مثلا، مثلا عتل بعد ذلك زنيم، يعني أبناء قحبة، والله عندما بس والله لأنه والله كذبوا الآيات، بآياتنا.
والله لا يوجد إنسان يعني مستوي أو إنسان عاقل يعني مسلم حقيقي سليم ليس وقويم مستوي، اسمه عقلية سوي وليس مستوي. سوي عفوا سوي إنه يدعي بهذا الخطاب للكراهية. بس قد يكون في ناس فعلا هذا هو عندهم قاصر. هي كراهية أنا زيادة، أنت ما بتقول غير صباح المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه خطاب كراهية صديقي. صباح الخير للجميع، كل شيء أهلا في وسهلا. متابعة يعني نزل أنا آسف، أنا آسف إذا فكر لو مستقل سمحت ما بس كملت معه للأخ. إيه تفضل فهمت علي صديقي ولا لا؟ نعم، بس أنا طيب أقصد يعني لما كثر أنت الكراهية، يعني كثر البثوث اللي الكراهية تؤدي إلى موجود في الكراهية. دينك يا صديقي. اليوم لما أنت طيب بتطلع بالمسجد، بتفوت على المسجد، بتلاقي بمسجدك هذا بيت الله، واحد عم يدعو على جهاد في سبيل الله وقتل النصارى وقتل اليهود، وبعد ما يخلص اللهم هد بيوتهم، اللهم زلزل الأرض تحتهم، اللهم لن، اللهم لن. وأنت عارف الخطاب وعارف شو طيب بيحكي فيه، ماشي، طيب وسامعه للخطاب وقايل بدل المرة آلاف المرات آمين، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح في خطابات، بس ممكن أسألك سؤال بس آه أرد عليه بصراحة. بس هذا هو، شوف نحن هذا هو خطاب الكراهية صديقي، اسمح لي، ما عملته حماس احنا أدناه بأشد العبارات، لكن السؤال اللي بغض كانت النظر ردة ما الفعل، لا بيهمني لا لا إنك لو تشد، سمحت إنك معليش لو تشوف. سمحت. شوف يا صديقي، ليش بتنطوا أنتم؟ طيب يعني أنا أعطيني فرصة، بس وحياة أعطيني عمرك فرصة كده. أنا ماني أرنب يا أخي، ولا أني أرنب ولا أني كنغر، أنتوا ليه طيب ممكن بتنططوا من نقطة لنقطة يا أخي؟ بنكون عم نحكي لكم بنقطة، كملوا فيها للنقطة بس واعترفوا إنه فيها خطأ، وبعديها رجعوا طيب، إذا اعترفنا في خطأ، ليش ما تناقشوا الأخطاء الأخرى اللي تمارسوا الديانات الأخرى؟ يعني مثلا نحن إسرائيل. أخلنا إيه؟ ورجعنا من عيد، من أقدر الديانات هي الديانات الإبراهيمية، من أولها من ألفها إلى يائها. نحن حكينا اليوم المسيحية قعدوا مع بعضهم نكروا ما فعلوه في السابق، تصالحوا. أعطيني مجمع إسلامي واحد عمل اجتماع هيك قاعدة على هواة قاعدتهم، هواة مؤخراتهم، واعترف بالأخطاء اللي قام فيها من غزوات و